دعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره ان يوفرون هذه المستشفيات الميدانية في كل إمارة. هذا شيء يحسب له يعني انجاز ما كنت صار في العالم كله. صحيح، جزاهم الله خير، وانتم جهودكم جهود جبارة وإخلاصكم في العمل أثبت أنه سرعة الإنجاز. خلص المستشفى الميداني في زمن سريع.